مرحبا بكم أنتم على قناة فرانس 24 في حلقة جديدة من برنامج وجها لوجه. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. كم هو دافئ صوت وديع الصافي، وكم هي جميلة كلمات مصطفى محمود. موضوعنا اليوم هو الحب، بالأحرى عيد الحب، هو المعروف بالقديس فالنتاين أو سان فالنتاين بالنسبة للناطقين باللغة الفرنسية. يتزامن هذا العام أيضا مع عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا ومع السنة الصينية الجديدة. هل نحن هنا للحديث عن عيد الحب في أوروبا فقط أم في باقي العالم؟ وما صحة ما يقال عن الاستغلال التجاري لهذا اليوم؟ للحديث عن هذا الموضوع أستضيف أسماء بلومي، وهي باحثة في الأدب الفرنسي الحديث. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. ويرافقها في هذا البرنامج المخرج السينمائي والشاعر مهدي أهميلي. مرحبا بك سيدي. مرحبا. ماذا تريدين مني أيتها الزهرة الصغيرة، أيتها الذكرى المحبوبة والساحرة؟ هذه كلمات حب كتبها الشاعر الفرنسي ألفريد دو موسي. أسماء، أنت تعرفين هذا جيدا لأنك مهتمة بالأدب الفرنسي. شعر الحب جميل، تجارة الأزهار تزدهر في عيد الحب إلى جانب منتجات أخرى كهذه الألعاب مثلا. ثمن هذا القلب المصنوع من القطن 10 يوروهات مثلا تقريبا، ألا تفسد التجارة الحب؟ نوعا ما صحيح أنه يمكن تفسد الحب، لأنه لازم ناخذ الموضوع من النظرة المطلقة، يعني الحب المطلق، الحب كشعور، يعني ليست حاجة ملموسة ومحسوسة، يعني هي أحاسيس وعواطف، أشياء نعبر عنها، لكن إذا تصبح تجارية لن تكون هناك شعيرية. سؤال مباشر أكثر أستاذ مهدي، هل سان فالنتاين أو عيد القديس فالنتاين يفسد الحب؟ هو يفسد الحب، إذا القلب ذاك بعشرة يورو يفسد الحب أعتقد. ما ذنب هذا القلب الصغير؟ ذنبه يعني أنه بعشرة يورو أعتقد شوية يفسد الحب. لكن من أجل التعبير عن الحب كله يهون، يعني الغالي والرخيص. أعتقد ممكن تعبر عن الحب كل يوم، ممكن تعبر عن الحب. الحب حاجة شعور خالد، يعني ما يموتش، لا يستحق أنك تشتري قلب أو تشتري أنك تشتري حتى وردة، ليه يعني؟ حتى يعني هي تجارية أكثر من أي شيء. إنه المطلوب مش أنك، يعني هو الرمز، يعني كما نقولوا احنا بالفرنسية ان جيست، هو رمز ممكن تعبر عليه يوميا، يعني بالطبيعة. لماذا نحتاج الى يوم، يعني هو مش عيد استقلال او عيد الشباب او عيد الشجرة او عيد باش نعملوا يوم عيد حب؟ الحب حاجة يومية. كيف تكرس هذا العيد شيئا فشيئا، أصبح يعني جزءا لا يتجزأ من حياتنا، وخاصة في الغرب مثلا في أوروبا؟ هل التجارة هي التي كرسته؟ التجارة هي اللي كرسته. هو ابتدت الظاهرة في هولندا وفي بريطانيا في القرن 19، وبعدين تدخلت الولايات المتحدة وصار عيد حب رأس مالي، صار عيد حب لبطاقات المعايدة، اللي هو النسبة الثانية في بطاقات المعايدة، يعني بعد أعياد الميلاد، يعني صار التجارة، يعني بليون بطاقة تتباع في وإلا نسبة التجارة بتاع الورود في الشارع، في المجتمع المصري، في الشارع المصري أرقام مهولة جدا. يعني شيء به يحيي الحركة التجارية طبعا، لكن هل أننا نعبر على الحب بطريقة صحيحة لما نهدي؟ كيف تعبر أنت؟ أنا أعبر على الحب يوميا في عملي، في حياتي، في علاقتي مع من أحب، بعلاقتي ببلدي، بعلاقتي مع الناس، بعلاقتي مع العالم، بعلاقتي مع الفن. وتكتب شعرا أيضا في الحب؟ وأكتب شعرا، ولا أتفق مع ليل يا ليلى يعاتبني وكل هذا. أنت لا يعاتبك الليل؟ أنا أعتقد أنه ليلى زي ما مثل ما قلت في قصيدة عامية تونسية، قلت ليلى اسمها ليلى في بدل كاروسيل، ليلى تقول ليلى كرهت اسمها، تاريخ العرب تاريخ الحب الموجود كان في الكتب، يعني للأسف شديد لحنا العرب الحب قاعد موجود كان في الكتب، ما خرش الشوارع، ما مسش الناس، قاعدين يخافوا منه. يعني بلغة أخرى يستنوا فيه، نستنوا فيه في عيد الحب شي يعبروا. طيب كيف يخرج الحب إلى الشارع أسماء بلومي؟ الحب يخرج إلى الشارع بيان سور، فما زينة، فما تجارة، لكن فما هناك
السهرات مع الحبيب ولا الأصدقاء، خاطر لازم نقول أنه عيد الحب مش أيضا كذلك العلاقة بين شخصين، تنجم تكون بين الأصدقاء، بين يعني أنا تو في الوقت الحاضر قاعدة ناخذ يصلوني رسائل من عند الأصدقاء من عند بمناسبة عيد الحب. بمناسبة عيد الحب يعني خاطر الناس ياخذوا مع شكل العلاقة، هو خاطر نشوفه في التاريخ معناتها نتاع لا سان فالونتان، نعم عيد الحب كان هو مربوط بالحب العشق العشق لكن الفيزيك يعني الجسدي الجسدي بالضبط، نعم. لكن بعد تطورت خاطر هي عادة معناتها كاثوليكية، من بعد تطورت الحكاية ولات معناتها التعبير عن الحب في المعناه الأسمى. علاش كانت هي مربوطة بالحب نتاع الجسم؟ لأنه عند شهر فيفري كان مربوط بشهر نتاع الفيرتيليتي، نعم الخصوبة والأمطار والبرد يعني هناك فما تطور في كيفاش يعني بالنسبة للمجتمع العربي انتظرنا يعني بالتاريخ العربي في الحب كبير والقصائد والمعلقات وعنترة و الحب تولد عندنا انتظرنا الغرب باش يعطيونا عيد نهار نحتفلوا فيه بين لكن الحب. لكن في المجتمعات العربية والإسلامية أصوات تدعو أحيانا حتى إلى تحريم هذا العيد، يعني هو تحرم فعليا في السعودية، نعم. يعني فما حتى شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القديرة اللي قاعدة تروح في السعودية وتقفل الأماكن اللي تبيع فيها الهدايا، هذا موقف ما نجمش نعلق عليه، لكن هم يعني حرموا الاحتفال بعيد الحب، يعني آمل أنهم ما يحرموش الحب في حد ذاته، لكن هذا تحريم الاحتفال بعيد الحب كظاهرة اجتماعية، لكن ما يمنعش أنك تحتفل به في البيت مع أولادك مع أصدقائك مع أي ولا تتمنى عيد سعيد لأي واحد. لو كان عندك نعطيك رقم، في السنة اللي فاتت في تونس في المطاعم توصل طاولة الزوج وزوجته أو عشيق وعشيقة توصل حتى 10,000 دينار بمناسبة عيد الحب. أنا أقول هذا جنون، يعني فما ناس اللي تجري وراء اللقمة كل يوم ما تنجمش تحتفل بعيد الحب. أنا عشت في حي شعبي في تونس ما عيد الحب تعرفت عليه وأنا عمري 20 سنة، عمرنا ما 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 يوم في بالنا بعيد الحب، يعني أمي والدي يحب والدتي وعمره ما ريته اشترى هدايا بعشر دنانير، حتى الحب كل يوم تعبر عليه في 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 نظرة في 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 كلمة في شوف في إحساس في 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 لمسة، حب أسمى من أنه نعملوا له عيد، يعني ما تنجمش. أنا موافقة معك لكن نعرفش مش باش تكون تحب في اليوم هذاك بالذات وتنسى الإنسان هذاك، تنسى تقول بون العام الجاي نتمنى لك عيد سعيد وعيد حب سعيد ونطلع عليك العام الجاي. لا، لكن هي كيما نقولوا احنا كيما تحط أنت نعرفش تمثال تحطه باش تذكر الإنسان، نعرفش أنا عندك رؤساء ولا شعراء ولا تعملهم تمثال انت في البلاد باش يجي تعدي يشوف. ما نوفقش هذا لانه ما تستحقش باش تعبر على الحب، يعني الحب كانك مثل التنفس، يعني كل ما تتنفس تعمل عيد وتشتري هدايا وتروح تشرب كاس وتقعد مش بشرط تشوف انت باش تصرف لا مش انا مش ماديا حتى تكتب قصيده سبحان الله تكتب قصيده انت نظام الحياة تو في الوقت الحالي انسان يقوم الصباح يخرج للخدمة مرته تخرج تخدم ويرجع في الليل يرجع تعبان عيان ويرقد تي سبحان الله حتى ما تلقاش الوقت باش تقول لها صباح خير لا تصبح على خير، معناتها سي ديجا بيان لي عندك انت نهار هذا صادف مثلا مع نهار حد عطلة نهاية الاسبوع كما هو الامر واحتفال مع العام السيني دونك لهنا باش يعملوا في باريس في الدائرة الثالثة عشر، نعم. الناس الكل يحتفلوا به مع سي اون اوكازيون. ما الذي يزعجك في كون يعني في كون الناس يحتفلون بيوم ربما هو ياتي لتجديد هذه المشاعر التي بنظرك يجب ان تدوم طوال الحب يتجدد، يعني الحب يتجدد يوميا. انا لا استحق ولا لا لا اريد ان ان ان, أن, أن احتفل مع الناس كلها في بيوم حب، يعني هو ما قلت لا عيد الحب ليس عيد شجره او عيد الاستقلال، يعني عيد الحب ليس حتى الناس ما تحتفلش بعيد الاستقلال او عيد الحب شيء سخيف وصلنا نحن العرب اخذناه زي اي حاجه
وأصبح ظاهرة يعني اجتماعية. أسماء بلومي، ما هي الهدايا التي تمنح في مثل هذا اليوم؟ الأزهار. أزهار، نظرة ابتسامة. أنا شخصيا نكتب قصائد بالفرنسية، لكن ما يمنعش أنه أنا نعبر على حبي كل يوم، سيبا ما هوش يعني حتما في النهار هذيك. لكن أنا نفكر في المسكين اللي يشوف مثلا واحدة ويحب يعبر لها على مشاعر، وواحد ما عندوش الشجاعة الكافية. عنده عيد الحب، أزهار. عيد الحب باقة أزهار ويستطيع أزهار. ما أعتقدش أنه المسكين ذاك فما، شوف الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، فتصورش أنه مسكين الورد غالي. أكيد كل الورد غالي ياسر، حتى كل محلوة تنجم تكون مقام الورد راهو مش الحب ضحية أزمة اقتصادية. الحب ضحية أزمة اقتصادية أيضا يعني. وأنا نقول اللي يحبوا الكل ما تحتفلوش بعيد الحب، حبوا كل يوم. هذه كلمتك الأخيرة. هذه كلمتي الأخيرة. أسماء كلمتك الأخيرة. أنا نقول اللي في عيد الحب يعني هو رمز اللي يزم ناخذوه من حفلة للحب وللصداقة، وسي مثل نداء يعني للحب في العالم، وإن شاء الله كما يقولوها يعم السلام والأخوة في العالم الكل. أشكرك يا أسماء بلومي، أشكر الأستاذ مهدي هميلي، أشكركم جميعا على المتابعة، دمتم أوفياء لبرامجنا وإلى اللقاء. برنامج الموضة يدعوكم للدخول في كواليس عالم ساحر، اكتشفوا آخر الصيحات، احضروا العروض الافتتاحية، وتعرفوا على إنجاز قطاع في أوج ازدهاره. موضة اليوم عند الساعة 5 إلى 10 دقائق بعد الظهر بتوقيت باريس على فرانس 24.